الملا مع مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية. شهد اللقاء استعراض البنية الأساسية المتاحة في قطاع البترول بمختلف أنشطته، فضلا عن البنية الأساسية الإقليمية ومدى الاستفادة منها في إطار تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. بحث الجانبان كذلك أيضا أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة مع دول القارة السمراء التي شهدت اكتشافات بترولية حديثة تحتاج إلى الخبرات المصرية، سواء في مجال عقد وإبرام الاتفاقيات البترولية وأعمال البحث والاستكشاف، فضلا عن تنفيذ المشروعات البترولية. كشف تقرير صادر عن وزارة